السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة جديدة في مادة السيطرة، وموضوعنا لهذا اليوم هو الكمبنسيشن. الكمبنسيشن أو بالعربي يسمى التعويض. على مدى المحاضرات السابقة تعرفنا على أداء السيستم بالتايم دومين وبالفريكوانسي دومين. بالتايم دومين شفنا الترانزيت مال السيستم، شلون الصعود مالته والاوفرشوت والسيتلينج تايم، وتعرفنا انه شلون نعرف اداء السيستم. وبالفريكوانسي دومين ايضا شفنا اداء السيستم شلون يتاثر بالترددات بتغيير الترددات. بس لحد الان ما تحدثنا انه يعني كنا نشوف السيستم بس ما يعني حددنا طريقه لتحسين هذا الاداء. يعني السيستم لو كان ترانزيت مالته بطيء يعني بي اوفر دامبينج او كريتيكال، شلون ازيد هذا التايم، شلون احسن من اداء السيستم واخلي الريسبونس مالته يكون سريع. لو كان السيستم بي ستيد ستيت ايرور وبعد يعني مرور زمن طويل يبقى السيستم بعيد عن الديزايرد فاليو او الريفرنس، شلون اقدر اخليه يحقق هذا الشيء. طبعا بالمحاضرات القادمه وفي هذه المحاضره راح نتعرف عن بعض الادوات اللي يستخدمها المصممين في أنظمة السيطرة لتحسين أداء أنظمة السيطرة، وشلون نقدر نحسن أداء السيستم، شلون نزيد الريسبونس مال السيستم. يعني مثلا عندي محرك سيارة وجاي يعني أضغط بنزين بس الاستجابة أو الوصول للسرعة العالية يكون بطيء، شلون أقدر أضيف في السيستم يحسن من أداء هذه المنظومة ويجعل التسارع مالته أعلى أو الاستجابة تكون أفضل، مثلا قلل الأوفرشوت أو يقلل السيتلينج تايم وهكذا. فهذا الموضوع يسمى بالكمبنسيشن. Control systems are designed to perform a specific task. أنظمة السيطرة مخصصة لأداء وظائف محددة، وهذه يعني تحليل هذه الأنظمة راح يخلينا نتعرف عن الخصائص مالته. بس التعرف على الخصائص غير كافي، المفروض احنا كمصممين او كمهندس يعني كدارسين لمادة السيطرة يكون عندنا قابلية على تحسين اداء هذه المنظومات. يعني مثلا لو حجينا على التايم ريسبونس، عندنا الماكسيموم مثلا على سبيل المثال تعرفنا من درسنا الترانزيت تايم، ماكسيموم اوفرشوت والسيتلينج تايم وما الى ذلك، بالاضافه الى انه تعرفنا على الستيدي ستيت ايرور وشون يعني قياسه عن طريق حساب الفاينل فاليو بالمحاضرات السابقه. بعد دراستنا للبودي بلوت ايضا تعرفنا على الفريكوانسي ريسبونس وشون تغير الترددات مال السيستم ياثر على اخراجه. في هذه المحاضرة مثل ما قلنا راح نحاول نحسن من هذا الأداء مال السيستم. في بعض الأحيان لما نشوف على سبيل المثال عندنا steady state error عالي، نحاول نحسن من السيستم عن طريق زيادة الجين. بس زيادة الجين مو دائما مفيدة، بل بعض الأحيان تقود السيستم إلى poor stability أو even instability، راح يخلي الاستقرارية مالته غير جيدة أو بعض الأحيان يقوده أنه يكون انستيبل. وهذا شفناه بالبود بلوت، وشفنا أنه لما نزيد الجين ممكن راح نصل إلى مرحلة يصير عندنا الجين قيمته 1 في الفيز ناقص 180، وبالتالي السيستم راح يكون انستيبل. لتحسين أداء السيستم والأوفر أول بيهيفر راح نستخدم في ريديزاين نضيفة للسيستم يسمى بالكمبنسيشن. العملية تسمى بالكمبنسيشن. إذن إعادة تصميم السيستم وإضافة بعض الأجهزة إلى هذا السيستم تسمى عملية الكمبنسيشن. أما هذا الجهاز اللي راح نضيفه للسيستم فيسمى بالكمبنسيتر. كمبنسيتر بالعربي معناته المعوض، اللي راح يعوض أو يحسن من أداء السيستم. اكو عدة طرق لإيجاد أو معرفة قيمة الكمبنسيتر اللي راح ينضاف للسيستم حتى يحسن من أدائه، وراح نتعرف على هذا الشيء في المحاضرات القادمة إن شاء الله.
وفي وجزء من هذا الكومبنسيتر راح ناخذها في هذه المحاضرة. بس كطرق تصميمية راح نستخدم الروت لوكس ابروتش والفريكوانسي ريسبونس ابروتش او الستيت سبيس ابروتش، او في نهاية الكورس راح نتعرف على البي اي دي بيس كومبنسيشنال ابروتش. على سبيل المثال عندي هذا السيستم، عندي الاداء مالته ما عاجبني، يعني مثلا اريد ازيد الريسبونس تايم الترانزيت تايم مالته، اريد اقلل الستيدي ستيت ايرور، او اي شيء ثاني انا اريد احسن من ادائه. هنا راح يجي دور الكومبنسيتر او الكنترولر اللي هو راح نرمز له هنا اذا جي بي بالبلانت، هنا راح نرمز له جي سي للدلاله انه هذا السيستم هو كومبنسيتر. لو شفت هنا الاداء مو جيد راح اخذ فيدباك من الاوتبوت وراح احسب عن واطرحه من الانبوت حتى اشوف الايرور الانبوت شريف واكو فرق بينه بالاوتبوت. راح اخذ هذا الايرور ادخله للكومبنسيتر حتى يحوله الى اكتويتر كوماند ويحسن من اداء السيستم. عندنا هنا راح نتعرف على نوعين من الكومبنسيتر اللي هم الليد واللاج كومبنسيتر. كلمة ليد يعني تقدم، كلمة لاج يعني تأخر. Transfer function of controller need to be chosen such that the closed system performance of the system meet all the hour requirements. هنا نحتاج انه يكون اداء السيستم او البرفورمانس مالته يعني يؤدي جميع المتطلبات مالتنا. على سبيل المثال راح ناخذ فد شيء بسيط اللي هو عندنا هنا الديفرنشيتر. الديفرنشيتر او اللي هو يعني كسيستم هو نفس المشتقة واللي هي تعرفنا عليها بالمحاضرة الأولى أو الثانية اللي هو الديفرنشيتر، إنه دالة تدخل أمبوت راح يصير هنا يعني تان أوبريشن أمبليفاير ومقاومة متسعة راح تأدي وظيفة الديفرنشيتر. نرمز لها باللابلاس يصير قيمتها S، طبعا S هذه بالباست، فالأمبوت راح يدخل منها راح يطلع المشتقة مالته. هذا من جينا رسمناه بالبودي بلوت، قلنا الديفرنشيتر يكون هو عبارة عن خط مائل بزاوية يكون 20 دي بي لكل ديكيد، يعني في كل ديكيد يزيد قيمته 20 دي بي ويمر بالتردد قيمته واحد، يعني يكون قيمته واحد بالتردد واحد راديان بير سكند يكون قيمته صفر، وقبله يكون هنا قيمته سالبة وبعده يكون قيمته موجبة. لو ردنا نقيسه ورا ديكيد يعني هذا اذا هذا واحد بالعشرة يكون قيمته 20 دي بي وبالمئة يكون قيمته 40 دي بي وهكذا. اما بالنسبة له راح ينطينا فيز قيمته 90 درجة، يعني هذا الاس الفيز مالته 20 درجة. بالنسبة للانتجريتر هو طبعا بعكسه، بما انه بالمقام راح يكون الفيز مالته سالب، العفو السلوب مالته سالب والفيز ايضا طبعا سالب، السلوب مالته سالب وقيمته ناقص 20 دي بي لكل ديكيد، يمر بالواحد ايضا يعني بالواحد يكون قيمته صفر. لو رجعنا ديكيد يعني رجعنا للبوينت 1 يكون قيمته 20، وبعد لو رحنا بعد ديكيد بعد للعشرة يكون قيمته سالب 20 وهكذا، بالمئة يكون سالب 40. اما الفيز مالته اللي هو ولذلك نسميه لاجز، يعني يكون الفيز مالته lag behind the input by 90 درجة، يتخلف الفيز مالته عن الانبوت ب 90 درجة. اذا نسيت اتذكر انه احنا عندنا مشتقة الساين هي كوساين، والكوساين يتقدم عن الساين ب 90 درجة، اما تكامل الساين هو سالب كوساين وهو اللي هو يتأخر ب 90 درجة عن الانبوت مالته. إذن هذا بالنسبة للديفرنشيتر وبالنسبة للانتجريتر. هاي بيش راح تفيدني وشني راح أقدر أستفاد من عدها هنا راح نشوفها بالمحاضرات القادمة. هنا نريد نتعرف على الليد كومبنسيتر. الليد كومبنسيتر تذكروا هاي الكلمة ليد، ليد يعني متقدم. هسا راح نشوف ليش سميناه ليد كومبنسيتر. ليد كومبنسيتر is a device that can be added in series with the plant. هو جهاز نضيفه على التوالي مع السيستم مالتنا. And has transfer function
لاحظ الترانسفير فانكشن مالته عبارة عن بيها بول وبيها زيرو، بيها بول وبيها زيرو، يعني اكو عندنا هذا الزيرو اللي هو بالبسط وعندنا بول، كل واحد من دول الاثنين الى تردد، هذا تردده WZ وهذا تردده WP. هنا شلون راح نختار التردد مال الزيرو وشلون راح نختار التردد مال البول؟ احنا نذكروا انه احنا دا نحكي على الليد كومبنسيتر. The zero lies to the right of the pole. على مود نصمم lead compensator لازم الزيرو يقع الى يمين البول، ومو بس هذا الشيء، لازم يكون الزيرو اكبر من البول بحيث يكون نسبة البول الى الزيرو اقل من 10 مرات. هذا اساسي بالتصميم. اذا lead compensator I'll always use in conjunction with the gain K. شنو الغرض من هذا الكمبنسيتر اللي هو الليد كمبنسيتر؟ شنو فائدته للسيستم؟ The purpose of lead compensator is to speed up the transient response. إذا لو ضفنا للسيستم مالتنا lead compensator راح أقدر أحسن من الترانزيت ريسبونس، أي إنه الاستجابة مال السيستم راح تكون سريعة. شنو المقصود بالاستجابة؟ سرعة الوصول للريسبونس، سرعة الوصول إلى الريسبونس، يعني الليد كومبنسيتر يزيد من سرعة وصول السيستم إلى الريسبونس أو يزيد الترانزيت ريسبونس، سبيد أب يزيد سرعة الوصول. إذن هذه تخليها ببالك إنه الليد كومبنسيتر من فوائده زيادة سرعة الترانزيت ريسبونس. واتفقنا قلنا انه البول على الزيرو قيم راح يكون قيمته اقل من 10، اقل من 10 تذكرها، لانه هسه بعد شويه راح ناخذ اللاج كومبنسيتر ولاحظ انه البي على الزد اكبر من 10. الترانسفير فانكشن مالته تكون زد زائد دبليو زد على اس، العفو اس زائد دبليو زد على اس زائد دبليو بي، ولو قسمنا البسط والمقام البسط على دبليو زد ودبليو بي المقام راح ممكن نطلعهم خارج قوس، يصير عندنا دبليو بي على دبليو زد. يعني اذا قسمنا البسط على دبليو زد راح تختصر من هذا من البسط والمقام وتكون بهذا الشكل. اذا ممكن هو ايضا نضيف جين للسيستم بهذه الحاله. اتفقنا انه الدبليو زد هنا الزيرو يكون متقدم عن البول، ولذلك هنا اجت التسميه، اجت التسميه يقول لك هو ليد، اوكي الزيرو يتقدم عن البول. زين لو اردنا نرسم هسه بالبدايه الزيرو، الزيرو احنا عرفنا من البود بلوت مالته يقول لك يكون قيمته صفر الى الكورنر فريكونسي مالته، بعده يبدي يزيد بسلوب قيمته 20 دي بي لكل ديكيد. والبول يكون قيمته صفر الى ان يوصل الى الكورنر فريكونسي، وبعدها راح يكون السلوب مالته ناقص 20 دي بي لكل ديكيد. تمام، هسه قبل لا نحكي بالفيز لو ردنا نجمع هذا الرسم مع هذا الرسم ايش راح يصير عندي؟ بالبدايه ماكو شيء، هذا ثابت، اجى الزيرو زيد الجين ب 20 دي بي بين ديكيد. هنا طيب اذا السلوب هنا كان قيمته 20، هنا البول اجى طرح من عنده هذه العشرين وثبت السلوب على الصفر، ان السلوب كان صفر الزيرو زايد 20 البول شالها فبقى على هذا الشكل. هذا الكومبايند جين، كومبايند مقصود به اللي هو هذا زائد هذا. اذا نتذكر انه عندنا الكومبايند جين مال الليد كومبنسيتر يكون بهذا الشكل. اما بالنسبه للفيز فعندنا الزيرو يضيف فيز قيمته 90 درجة والبول يطرح فيز قيمته 90 درجة، هاي ناقص هاي زائد. فلو جمعنا هذا الرسم مع هذا الرسم راح يكون الكومبايند فيز بهذا الشكل، يعني اجى صفر الزيرو ضاف 90 البول طرحها راحت فرجع الفيز مثل ما كان. وهذا يقودنا انه هذا السيستم increase the gain at high frequencies input. لاحظوا هنا هذا كل ما نتجه بهذا الاتجاه كل ما شنو الجين التردد يزيد عندنا، وبالتالي هذا وظيفة الليد كومبنسيتر
راح يضيف جين عالي بالترددات العالية، يزيد الجين بالترددات العالية، يزيد الجين للترددات العالية. هذه كل ما يتعلق بالليد كومبنسيتر. نراجعه، الليد كومبنسيتر هو عبارة متكون من زيرو ومن بول، طبعا واللاج ايضا من زيرو وبول، بس هنا الفكرة اللي هي بتصميمه، على مود يصير ليد كومبنسيتر لازم نخلي الزيرو يقع امام لاحظوا هذا الزيرو امام البول، وبالتالي راح يضيف جين بالترددات العالية. شنو الفائدة من هذا السيستم؟ انه يزيد الريسبونس، يزيد الترانزيت ريسبونس. اما اللاج كومبنسيتر فهو قريب على تصميم الليد، بس بفرق بسيط، انه راح يكون هنا البول على الزيرو اكبر من 10، وبالتالي هنا عندنا اللاج كومبنسيتر is a device that can be added in series with the plant and has transfer function مثل ما شفتم مثل الليد بالضبط، بس هنا the zero lies to the left. To the left هاي نخلي جواها خط. To the left of the pool. هنا كانت بالليد. To the right. هنا to the left. Lag compensator are always used in series. طبعا هذه معروفة أيضا. شنو الوظيفة مال هذا lag compensator؟ هناك عرفنا قلنا speed up the transient response. هنا يقول لك the purpose of the lag compensator. هاي مهمة الحكاية. خلي جواها 100 خط. is to improve the steady state response. يحسن the steady state response. شنو المقصود بالست of the closed loop system؟ شنو المقصود بالsteady state response؟ إنه الاستجابة بعد مرور زمن ورا ما يستقر السيستم. هل هنالك أكو error؟ لو ماكو. شلون أحدد steady state response؟ شلون أخلي السيستم بالsteady state يكون الاستجابة مالته أفضل؟ طبعا باستخدام اللاج كومبنسيتر. لو تلاحظون هنا، لاحظوا البول هنا اجى قبل الزيرو، طبعا انتم راح تتوقعون ايش راح يصير بالسيستم. لو جمعنا هذا مع هذا راح يكون عندنا الكومباين بهذا الشكل. لاحظوا اجى بالبدايه السلوب صفر، البول ضاف له سلوب ناقص 20، الزيرو شالها واستقر بهذا الشكل. يعني هذا السيستم معناته يقلل جين مال الترددات العالية. هناك كان يزيد الجين مال الترددات العالية، هنا لأنه دي يقلل الجين مال الترددات العالية وبالتالي راح يحسن من الستيدي ستيت. أما الطور فهذا البول يضيف ناقص 90، الزيرو يضيف 90، فراح يكون الكومباين فيز بهذا الشكل. therefore phase lag compensator subtract phase، يطرح phase between the two corner frequency and add no phase outside this region. اذا في هذه الريجن ما بين الكورنر فريكونسي هذا وما بين الكورنر فريكونسي هذا هو راح يطرح فيز، اما بالليد كان يضيف فيز، يضيف فيز بهذه بين هذه النقطتين. يعني اذا تذكرون الليد كانت هذه، كانت هذه بالليد، كانت هذه بهذا الشكل، يعني يضيف فيز ما بين ذي. recall that phase lead compensator add phase. هناك كان add بينما هذا قلنا هنا subtract. هذا subtract باللاج، أما بالليد فهو add phase. هذه كمراجعة. some transfer function subtract can behave as phase lead or lag by adjusting relative position of the pool. بعض الأحيان ممكن نفس السيستم هذا نحوله إلى ليد أو لاج عن طريق تغيير موقع البولز والزيروز. إحنا عرفنا إذا البول والزيرو مكانهم تغير راح يتغير هذا السيستم. فهنا لاحظوا المكان مال البول ومكان الزيرو يأثر على أداء الليد أو يحوله من ليد أو لاج. إن إذا تقدم الزيرو راح يصير ليد، وإذا تأخر راح يصير لاج. وأيضا إذا قربنا المسافة ما بين ذني الاثنين، المسافة ما بين ذني الاثنين كل ما اقتربوا من بعضهم كل ما راح يقل تأثيرهم أصلا.
يعني أنا لو خليت البول على الزيرو كل شيء ما راح يصير بالسيستم. وإذا بعدتن أو خدت يمين أو يسار، لاحظوا هنا لما صار البول على الزيرو كل شيء ما صار، لأنه هنا هذا ضاف هذا طرح في نفس الوقت، فكنسل إيش أذر واحد لغى فعل الثاني. ونفس الشيء الفيز ما نضاف لكل شيء، لأن هذا ضاف 90 وهذا طرح 90 في نفس المكان، فأيضا كنسل إيش أذر. إذا موقع البول والزيروز للكومبنسيتر ممكن تغيره من ليد أو لاج أو يلغي تأثيره، وهذا طبعا ممكن يتم عن تغيير عن طريق تغيير المكونات مال هذا الكومبنسيتر، اللي هي طبعا عادة بالأنظمة الإلكترونية مثلا متسعة أو المقاومة أو الملف أو كذا، هذه ممكن أنت تغير بها حتى تتغير مكانات البولز والزيروز. زين، ممكن نستخدمهم. احنا اتفقنا انه الليد يحسن يزيد الترانزيت سبيد، يزيد الترانزيت ريسبونس، وقلنا اللاج يحسن الستيدي ستيت. زين، اذا ردتهم اثنيناتهم، اذا رد السيستم ب استجابه سريعه وب ستيدي ستيت، يعني باستقراريه بعد بالستيدي ستيت، الجواب نعم ممكن. ممكن أنا أحسن الأداء، أحسن الستيدي ستيت وأحسن وزيد سرعة الريسبونس. شلون أقدر أحقق هذا الشيء؟ باستخدام الليد لاج كومبنسيتر. الليد لاج هو عبارة عن ليد ولاج، يعني أنا أستخدم ليد وأستخدم بعده لاج، فبهاي الحالة راح يكون السيستم مالتي بهذا الشكل. ناخذ هاي الليد، إذا أنا أقدر أستخدم ليد لاج كومبنسيتر. لاحظوا هذا الليد هنا الزيرو متقدم عن البول، وهذا اللاج اللي هو هنا الزيرو متأخر عن البول. هنا لازم أنا أصمم بعناية شديدة إنه أنا شلون أختار هذه الترددات. طبعا إحنا اتفقنا من البداية إنه إن شاء الله بالمحاضرات القادمة راح نتعرف شلون نصمم ونختار الأماكن بعناية، إنه شلون نختار مواقع البولز ومواقع الزيروز، شلون اقدر اضيفها للسيستم. لاحظوا هنا هسه عندي ليد لاج كومبنسيتر، هذا الليد وهذا اللاج. هنا اللاج زد 1 وبي 1 والليد زد 2 وبي 2. لاحظوا لو بدينا من هنا عندنا هذا البول الاول اللي هو الاقرب الى نقطه الصفر، هاي نقطه الصفر، اول شيء اذا مشيت راح يطلع لي هذا البول، راح يضيف لي سلوب سالب الى ان اوصل الى الزيرو، هذا راح يرجع لي السلوب صفر. بعدين اجاني زيرو ثاني زيد لي اياه بعشرين، اذا هنا قلنا صفر سالب عشرين صفر عشرين، وبعدين اجاني بول طرح لي السلوب من السلوب عشرين ورجعنا الى نقطة الصفر. اذا السلوب بدأ بصفر ناقص عشرين صفر عشرين صفر، هذا هو الليد لاج كومبنسيتر. نفس الشيء بالنسبة للفيز، لاحظوا هذا اللاج طرح فيز، لاج هو بالنسبة تأخير بالفيز، أما الليد ضاف فيز في هذه المنطقة. شنو فائدة هذا السيستم؟ هذا طبعا راح يكون بزيادة زيادة بالفاست ريسبونس، وراح يكون الستيدي ستيت ريسبونس أيضا جيد. بالمحاضرة القادمة راح نتعرف شلون نصمم هذا الليد، شلون نصمم الليد واللاج باستخدام الروت لوكس. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، واذا اكو اي سؤال انا حاضر.